مصطفى طلع مع شفيك بيها يا كبير. طلع راح فين؟ معرفش يا كبير. شفيك بيها خد عربيته وفجأة لقيته قدام البوابة، ومصطفى ركب معاه وطلعوا طوالي كيف الطلقة. طلعوا من غير ما يقولوا؟ مين من الرجال طلع وراهم؟ محدش يا كبير، ما لحقناش. أنا قلت قبل سابق شفيق ما يطلعش الحال ابدا، غور من وشي. اوامرك يا كبير. غور. حاضر. الحمد لله على السلامه يا شفيق بيه. في فين؟ حسيت اني مخنوق شويه، خرجت اشم شويه هواء. مخنوق؟ بعدين هنعرف ايه اللي خانقك. مصطفى فين؟ مصطفى ما طلعش معاك اياك؟ لا لا، كان معايا. كان عايز يتكلم معايا في موضوع. خدته وخرجنا بالعربية، ركننا عند الترعة ونزلنا نتكلم على رجلينا. وبعدين رحت أجيب التلفون من العربية، رجعت ما لقيتوش. أقول إيه؟ بقول لك اللي حصل يا أبوي. كذاب! أنطق وقول الراجل راح فين. أنطق! صدقني يا أبوي، دورت عليه كتير، كان مفصل من الحداد. أختك عجلها بيروح، مفيش غيرك اللي ملا قلبها بكره أبوك. انت الوحيد اللي جبت لها المرض، وده الوقت بيقول كلام ما يقولوش عيل صغير. انطق. صدقني يا ابوي، انا ما تحددتش مع فضلنا في اي حاجه. بقولك ايه، الراجل ده مسؤول منينا، لازم يجي. تروحوا المكان اللي سبتوا فيه، تدوروا شبر شبر عليه لحد ما تجيبوه تيجوا. مفهوم؟ روح. السلام عليكم. فين مصطفى؟ لفيت انا وكل رجال الناحيه اللي قال شفيق انه مهمل فيه، ما لقيناش حد. انا بقول يعني ان النهار له عينين يا عمي، ندور عليه بكره. وهو مش هيبعد، هيروح فين؟ لا لا معاه فلوس ولا ورقات. مش لو كان شفيق بيه همله في الناحيه اللي قال لكم عليها بجد؟ تقصد ايه يا كبير؟ اطلع بدير على مطرحك، هملني هبابه مع البيه. طب بالاذن جنابك. اقعد. جرالك ايه يا واد؟ بتنتج من ابوك عشان اللي حصل مع مرتك؟ اديك اتاكدت ان انا كنت صح. كاشف سرك معاها شعل الحرب مع منتصر بركات ما كانش ليها عازه دلوقتي. انت عارف زين اني ما اجرؤش افكر بالطريقه دي معاك يا كبير. يا كبير؟ ما قدرتش تقول يا ابوي؟ ايه اللي صابك؟ ايه اللي صابكم كلكم؟ انا زي ما كنت، ما فيهاش حاجة اتغيرت. لا، انت اللي ورا هروب الراجل ده. نسيت كلامك؟ لو حد لمسه مش هتلاقوني وسطيكم. عايزني اصدق انك تهمل يضيع منك بالبساطة كده؟ انا قلت لك الحقيقة. لا، انت تعرف مكانه. انطق دغري، الوقت بيعدي. اختك مصدقة ان انا حركت وخلصت منه؟ لو فضلت اختك على الحالة دي هتضيع. لازم يرجع وسط الرجالة عشان اختك تعرف ان ابوها مش وحش زي ما هي فاهمه. اقسم لك يا ابوي، انا دلوقتي ما اعرفش مطرحه. بتعديني يا شفيق؟ وانا اللي بحارب العالم كله عشانك؟ لا يا ابوي. لو عرفت انك كدبت عليا في الحكايه دي تنسى خالص انك ولدي، ودي اخر انذار ليك. مفهوم؟ اخر انذار. هملته يضيع كيف ما هملت كل شيء حقيقي في حياتك يروح، كيف ما ضاع منك حبك الوحيد من غير ما تفكر تخطي خطوة عشان تحافظ عليه أو ترجعه. لا، أنا كنت بحميه، بحميهم هما التنين. الخطر كان قريب قوي. لازم على الأقل تعرف مكانه
وتحاول تساعده من بعيد مهما طردك أو رفض إنك تجرب منه، لكن أنت خفت حتى تعمل كده لحسن يجي وقت وأبوك يضغط عليك ويخليك تجر لأنك ضعيف. كفاية أنا ما كنتش أعرف إنه مناويش على أذيته، لو كنت شفت النظرة اللي شفتها دلوقتي في عينيه ما كنتش ضيعته. كان خلصنا منه ما هنشوفش خلقته تاني يا بوي، كابوس ونزاح. عشان تعرف ان مرتك لما تحط مناخيرها في حكاية بتجيب اخيرها. انت ما كنتش طايق الجدع ده، وانا عرفت كيف اطيره من قدامك. لا انا كان نفسي الكبير يطيره نهائي، لكن نفد بجلده، نفد بطريقة لغاية دلوك مش فاهمه. ابويا كان ناويله على نية سودة مش كده؟ بس اكتمي ما تفتحيش خشمك في الحكاية دي واصل، فاهمي؟ لا انت لازم تحكي لي حكايته من اولها. كل اللي في السرايا وشهم مقلوب وما بيتحددوش من ساعة اللي حصل لفاطمة. قول لي ايه اللي عمله ابويا معاها؟ دي محرج ان حد يدخل لها غير امي وبس. انا معرفش، وحب على قدك تهاني، سك خشمك اليومين دول بالخصوص. اقول لك على حاجة، اطفي النور وانعس يا تهاني، انعسي. يلا يلا حبيبتي، يلا 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 حبيبتي يلا. هتنعس بدري كده يا سبعي؟ هنعس يا تهاني. بصراحة أنا مبسوط ومزاجي عالي ومش عايز أي عكنة. تصبح على خير. الحكاية طولت قوي يا شوقي بيه، الجرنان بيتصل بيا وأنا مش عارف أرد أقول لهم إيه، كده ممكن يشكوا فيا. يا تبعت لي المواضيع اللي كنت عايز أنشرها، يا سيبني أنا أظبط أي موضوع عن الانتخابات هناك وأبعتها. ما ينفعش يا شوقي بيه أبعت موضوع وأقول لهم ما تنزلوش اسم عليه، كده هيشكوا فيا أكتر. يوه بطل زن يا سعد واصبر شوية، قول لهم إنك عيان والتعب منعك. طيب سيبني أفكر. حاضر ساعد زمن وهتصل بيك. أفكر كيه، أنا عقلي خلاص استعصى عليه التفكير، كل حاجة بتخرب قدامي وأنا واقف أتفرج. حتى الناس الكبار حسوا إن ظروف اتلخبطت، الوقت بيمر، الانتخابات قربت، واحنا ما تقدمناش ولا خطوه، ما عارفين ايش راسنا من رجلينا. طب ما تهمل سعد يبعت للجرنال اللي هو عاوزه. كيف يا جناوي؟ لو عملنا كده هنبوظ كل اللي خططناه مع طلعت، هو اللي لازم يبعت لنا زي ما اتفقنا. طلعت ما يبعتش حاجه، كل الشواهد بتقول كده، عملته مع بدري وحديته بالصعيدي مع ديدي وعدم اتصاله لحد دلوقتي، ما يقولش غير انه صرف نظر عن كل اتفاقه معاك. عندك حق، لازم اصدق دلوقتي اللي ما كنتش عايز اصدقه. لكن لو طلعت كنا وما ينفس اللي اتفقنا عليه، كيف دخل جواهم وليه وبيعمل ايه دلوقتي مع جعفر وولده؟ كنتش اتجنن وكشف نفسه ليهم وكشفني معاه. كل شيء جايز. أنا بقول إن سعد ينزل موضوع في الجرنال عن الانتخابات ويتحدد فيه عن جعفر نفسه. لو كان طلعت لسه بيعمل باتفاقنا معاه واللي في دماغنا ده أوهام، أكيد الموضوع ده هيجلجه. صح، ولو كان لسه على اتفاقه معاي يبقى أكيد الجرنال هيوصله وهيفهم منه إن دي رسالة واضحة مني. أنا لازم أتصرف بسرعة بطريقة ما تخطر لهمش على بال. جبت منين الحديد ده يا بت؟ ما هو ده اللي عايز اقوله لك من الصبح وانت غرقان في النوم ونزلت جري على ابويا. طب بس اكتمي، اياك تفتح خشمك باللي قلتيه لحد ما نروح العزومة ونرجع. انا مش هنطق، لكن انت ناوي على ايه يا بدير؟ ناوي افكر زين في اللي قلتيه. اصل ابوك بيعامل سي مصطفى كانه ولده التاني، يغلط مهما يغلط ولا كأنه عمل حاجة، لكن المرة دي الحكاية تشقلب المخ. قلتيلي شفتيهم بيتحدثوا هما كيف السمنة على العسل، كأنه كان في كلام بينهم كتير قبل سابق ولا الوقت يا بدير بعد الفجر بساعة
والسرايا كلها نايمة بتاكل رز مع الملايكة. غريبة غريبة جو الحكاية دي.